مظاهرات، احتفال بيوم عالمي للعنف ضد المرأة في العمل، داخل الأسرة أو في الشارع، كل هذا جميل، لكن هل تعلم أن هناك عنف أخطر من هذا؟ عنف مسكوت عن، عنف بدون دم، بدون كدمات، بدون كسور، عنف ينتشر أكثر من السرطان منذ القرن العشرين، عنف يدمر المرأة منذ سنين بكل رضا. تابعي الفيديو للآخر وكوني متأكدة أنك تتعرضين لهذا العنف بدون أن تشعري. تابعي الفيديو إذا كنت تريدين أن تغيري المسكوت عنه. السلام الله عليكم، هذه سهام من المغرب، حياكم الله ومرحبا بكم. لكل عصر جاهليته، ونحن اليوم نجمع جاهلية كل العصور. هذه مقولة تعجبني كثيرا من نجيب محفوظ رحمه الله. كيف كتعرفوا بأن بدون أي أساس أي بناية تتهدم وتقع ولا تقدر تصمد طويلا، يعني يكون الخراب ولا أمل في العمار بدون أساس. والمرأة هي أساس المجتمع وليس نصف المجتمع كما يقول الكل. لما المرأة تخلت عن أهم وأول حق لها في الأمومة، تخلت عن الرضاعة الطبيعية، فرقوها عن رضيعها وهموها بحليب يعود حليبها، تكون حرة وتحافظ على جمال جسمها. وكيف أن أي شيء في الدنيا عنده مقابل، لما أخذت الحليب الصناعي الثمن كان غالي دفعته من صحتها. لما تصاب بسرطان الثدي أو المبيض أو غيره، لا أحد يرحمها، لا أحد يتفهمها ولا أحد يفهمها. والرجل يتخلى عنها، أنت دايما مريضة، أنت تعبانة، وتبدأ الأنانية الذكورية تشتغل. خيانة، زواج غير مشروع، أليس هذا عنف ضد المرأة؟ لما المرأة تخلت عن أهم دور لها في المجتمع، الرعاية والتربية معا قبل السن 7 سنوات، تخلت عن حضن ابنها وضعته في حضانة لتكون حرة من جديد وتشتغل لتعين الزوج، لأن الرجل لا يقدر على المسؤولية لوحده، فتصبح المرأة خادمة داخل وخارج البيت ولا أحد يرحمها. وحين تصاب بالتوتر والعصبية تبدأ الأنانية الذكورية تشتغل من جديد، خيانة، زواج غير مشروع وغيره. أليس هذا عنف ضد المرأة؟ لا تقطع الفيديو من فضلك وكمليه إلى الآخر، ولا بد تكون نقطة من النقط التي سأتكلم عنها تعنيك وتهمك. وإحنا محتاجين بأن المرأة تكون قوية، وإذا كانت قوية تكون قوية أكثر فأكثر. والإهانة رقم 3، وهذه هي الطب ديال الطب 10 إهانات اللي تعرضت لهم المرأة منذ القرن العشرين. لما المرأة تبلع حبوب منع الحمل أو تضع لولب كيماوي أو ميكانيكي كامل في جسمها بحجة أنها تنظم النسل، يعني أنها تنظم الحصول على العيال لتكون حرة من جديد وتلبي هذه المرأة رغبات الزوج الجنسية، يعني بدون وجع دماغ، كأن المشكل سبحان الله مشكلتها لوحدها، والمرأة هي فقط لتتحمل المسؤولية في العلاقات الجنسية. وتقبل المرأة لوحدها أنها تدخل أشياء غريبة لجسمها ومجهولة وخطيرة، كأننا سبحان الله عملنا لها تنويم مغناطيسي. تقبل هذه الإهانة خوفا من الرجل ومن المجتمع، سيخونها، سيتزوج عليها، لكن الثمن اللي تدفعه المرأة غالي جدا جدا ودائما من صحتها. حبوب منع الحمل، لولب أو غيره، يسمم الجسم ويقتلها ببطء في صمت، وحين تمرض وتصيبها عصبية وهرموناتها تتلخبط، ويعني وأشياء كثيرة تمرض بها المرأة، الرجل يسمعها ما لا يطاق، لا يتحملها ولا يتفهمها ولا يفهمها. أنت هرمتي، والله أشوف غيرك وتزوج عليكي، والأقل الأقل يخونها. أليس هذا عنف ضد المرأة؟ لحد الآن كما ترون المرأة مسلوبة القرار، الكل يقرر لها، كل هذا على حساب صحتها. لما المرأة تتخلى عن جمالها الطبيعي ويفرض عليها جمال الميك اب، يعني المكياج، ويهموها بالجمال المصنع. لما المرأة تتخلى عن طبيعتها ويصبح وجهها مثل الحائط، فيه صباغة طبقة على طبقة، تصبح امرأة مزيفة، امرأة أخرى لترضي الرجل والمجتمع، والثمن دائما من صحتها، سرطان الجلد، مشاكل هرمونات وغيرها. إذا ما تجملت ما حدا يشوف فيها، زوجها يخونها ولا يتزوج عليها، وتصبح المرأة دمية أو عروسة المولد، فرجة لا أقل ولا أكثر، وتسلية لعيون الرجال ومجتمع الرجال. ولما تمرض أو تعيا ما حدا يتفهمها، وتبدأ الأنانية الذكورية تعمل من جديد. أليس كل هذا إهانة وعنف ضد المرأة؟ بعد هذا يجي التلفاز، يعني الإعلام وأدراء
حكم الإعلام، والآن المصيبة أكبر فأكبر، الإنترنت يضرب المرأة ضرب ناسف كمنبع للثقافة الاجتماعية والغذائية، فتصبح المرأة مسكينة متفرجة أو متقاعدة، بعد أن كانت هي الكل في الكل، هي التي كانت تداوي المرضان وتوكل الجوعان، هي اللي تقرر ماذا نأكل ومتى وكيف. أليس هذا عنف ضد المرأة؟ لحد الآن كل هذه الإهانات نشربها بكاسة مية ونبلعها ونمررها، ونقدر نتحكم فيها ونسيطر عليها لأنها مؤثرات خارجية. لكن لما تجي الضربة من الداخل، من زوجك، من أبو عيالك، يكون العنف أسوأ وأمر من المر. لما الزوج أبو عيالك يزيد الطين بلة، لما تبغي الأم تكون أول مدرسة لعيالها وهي كانت أول مدرسة، كما قال الحافظ إبراهيم، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يقول لها الزوج وش فهمك أنت؟ لما تبغي الأم تكون هي أول طبيبة لعيالها وهي كانت أول طبيبة لعيالها، يسخر الزوج منها، يسخر من ثقافة الأعشاب، من ثقافة غذائك هو دوائك، ويقول لها من وين أنت طبيبة؟ لما تبغي الأم تكون هي أول شف في المطبخ لعيالها وهي كانت أول شف في المطبخ لعيالها، تأكل عيالها صحي وطبيعي وتعطيهم خبز بالخميرة الطبيعية، ينهض الزوج، ويش انتي توكلين على ذوقك؟ ومين انتي اللي ما قتلت سمن؟ والله ما نعرف هل يسخر من المرأة أم خالق المرأة أم خالق الطبيعة؟ إذا لم يكن لها هي الصلاحيات في تدبير الشأن الداخلي وأخذ القرار في زرع الثقافة الغذائية والاجتماعية، النيتريشن اند سوشيال مانجمنت، مين يكون عنده هذه الصلاحيات؟ أليس هذا عنف ضد المرأة؟ كل الإهانات اللي تتعرض لها المرأة تخليها تمرض أكثر فأكثر وأكثر من الرجل. ولما تبغي المرأة تحضر خبز بالخميرة الطبيعية، يسخر الزوج منها. هل يسخر من الذي سخر لنا الخميرة الطبيعية، ولا يسخر من الذي قال للتفاعل بين الدقيق والماء كن فيكون خميرا؟ سبحان الله. فتخاف المرأة ليهجرها الزوج أو يطلقها أو يخونها أو يتزوج عليها، وما تحضر الخميرة الطبيعية، ودائما هي مسلوبة القرار. هل هذا ليس عنف ضد المرأة؟ هل هذه ليست إهانة للمرأة؟ ليس لها الحق في أي قرار؟ لما الزوج يفرض على المرأة أنها تطبخ لحم ودجاج المزارع، كلنا نعرف أن في هرمونات وويلات وزفارته توصل إلى بلاد الشام، والله حتى لو نكهناه باللي بغينا، ليمون وزنجبيل وزعتر، أي توابل وأي نكهات، تبقى الزفارة زفارة، ما يشمها إلا الناس اللي متبعين النظام الطبيعي وقدروا ينظفوا جسمهم وحواسهم من كل هذه السموم، وتصبح الحواس كلها شغالة 100%. والمسكينة هي مريضة، تخاف وتحضر الدجاج المزارع فقط حتى لا يهجرها زوجها، لا يخونها، لا يطلقها ولا يتزوج عليها، وتبقى المرأة مسلوبة القرار. أليست هذه إهانة وعنف ضد المرأة؟ فين المودة وفين الرحمة؟ المرأة ليس لها الحق في القرار، ليس لها الحق أنها تقول لا، أنا لست آلة إكسبريسو، أنا حواس، هرمونات ومشاعر. لحد الآن المرأة ليس لها أي قرار، وإذا أرادت أن تقرر تتعرض للضغط والتهديد والوعيد من الرجال، من مجتمع الرجال، وبهذا تكون المرأة أصبحت آلة لطبع العيال وما عندها حق في أي قرار على العيال، تكون آلة إكسبريسو لتلبية الرغبات وما عندها الحق في السرور والمودة والحنية، مرأة صالحة فقط للأشغال الشاقة وليس لها الحق في القرار والعطاءات الفكرية. لا، كفى كفى وألف كفى، لا تكوني في خدمة الجميع وأنت ست الجميع. كفى، خلقك الله لتكوني صانعة الأجيال وليس في خدمة مجتمع الرجال. كفى، كوني أنت ركيزة المجتمع وليس عكازة المجتمع.